سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. السوريين لبعض هنن اللي همهم يدعموا بعض ويسندوا بعض ويوعوا بعض، والمنظمة اللي رح نحكي عنها اليوم اهتمت بجانب التوعية والتنمية المستدامة، وهي مركز مسار للدراسات واستطلاع الرأي بالمناطق المحررة داخل سوريا. مركز مسار هو منظمة بحثية سورية مستقلة غير ربحية، بتهدف لدفع السلطة والمجتمع باتجاه التنمية الشاملة المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، انطلاقا من إيمانها بحقوق الإنسان والشفافية والمحاسبة والتنمية المستدامة وإشراك المجتمع. بيهدف المركز لمسح وتقييم الاحتياجات والعمل على تلبيتها وتأمين التواصل مع الجهات والمنظمات العاملة بهذا المجال، بالإضافة لبناء القدرات الاجتماعية وتعزيز البنية الفوقية للمنظمات العاملة بالداخل بطريقة ممنهجة وعلمية واستهداف شامل للمجتمع وتعزيز الناحية العلمية. هاي الأهداف والمهام بيتم تحقيق قسم منها من خلال عدة برامج. أولاً برنامج التطوير والتوظيف اللي بيضمن 3 مشاريع: مشروع تعزيز قدرات العاملين بمنظمات المجتمع المدني، مشروع تأهيل الكوادر الشابة من خلال الدبلومات المهنية، مشروع تدريب النساء على المهن التي تمارس عن بعد. البرنامج الثاني هو برنامج الحوكمة ودعم الاستقرار، يلي بركز على المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وعملها، وبيتضمن هالبرنامج استشارات وتدريبات استفادت منها 7 مجالس محلية بمدينة إدلب وريفة. أما برنامج مشاريع التنمية فبيتضمن مشروع إدخال تقنيات التعلم السريع ومشروع بناء بنك بذور محلي لدعم الزراعة. انطلقت هاي المشاريع ضمن هذا البرنامج من أنه الحلول للوضع بسوريا ما لازم تكون تقليدية، لازم تكون إبداعية وتحقق أكبر قدر من المنجزات باستخدام أقل كمية من الموارد بأقصر وقت ممكن. وكمان في برنامج دعم الإبداع يلي بيقدم الدعم التدريبي لأصحاب الأفكار المبدعة اللي بتساهم بتحسين حياة المجتمع والتشبيك مع المانحين والدعم الإعلامي للترويج للأفكار الإبداعية ومناصرتها، وبرنامج نزع مخلفات الحرب. هاي البرامج بتم تطبيقها ضمن النطاق الجغرافي للمركز، وهو بمحافظة إدلب وريف حلب وريف اللاذقية وريف حما. من آخر نشاطات مركز مسار كان مساهمته بانتخابات المجلس المحلي بمدينة سراقب لمعرفة مدى استعداد أهالي المدينة للمشاركة بهي الانتخابات وجمع اقتراحات لتطوير العملية الانتخابية، وهيك ساعد مسار الشعب السوري بسراقب أنه يكون صاحب القرار الحقيقي باختيار من يمثلهم وبشكل الانتخابات كيف ممكن أن تكون. إذا بدكن تعرفوا أكثر عن برنامج ومشاريع مسار فيكن تزوروا موقع الإلكتروني وصفحتهم على الفيسبوك اللي بتلاقوهن بوصف الحلقة. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.